أقيمة بمسرح المعهد العالي للعلوم التقنية بمدينة نالوت محاضرة علمية عن تدهور المياه أو تدهورة المياه وترشيد استهلاكها والمحافظة عليها. المحاضرة تناولت التعريف بمواصفات مياه الشرب والمياه المعباة وتقييم جودتها والإمداد المائي في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى عرض لدراسة مبدئية للمياه الجوفية في مشروع شهداء نالوت ومؤشرات تدهور الوضع المائي في ليبيا. هذا وأقيمت المحاضرة بإشراف جمعية أصدقاء البيئة والتراث والجمعية الوطنية لعلوم المياه والتكنولوجيا والاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك. حاولنا من خلال المحاضرة هذه تسليط الضوء والتوضيح للناس مواصفات مياه الشرب المطلوبة اللي المفروض تكون متوفرة للمواطن، سواء كانت متوفرة من الأجهزة التابعة للدولة اللي هي البلدية أو من المصانع اللي هي تصنع في مياه الشرب المعباة. فألقينا النظرة على المواصفات، كيف تكون تركيز العناصر اللي فيها، ليش احنا نتطلبون نعالجوا المياه هذه، شن هي العناصر المرض اللي تسببها إذا هذه العناصر سواء كانت عناصر كيميائية أو بيولوجية. وتطرقنا إلى تقنيات المعالجة لهذه المياه سواء كانت تقنيات تقليدية أو تقنيات متقدمة باستخدام المصفيات وباستخدام تقنية التناضح العكسي. أعطينا نبذة مختصرة على تقنيات التحلية المستخدمة في تحلية المياه. قمنا بتحليل 44 عينة تم جمعها من منطقة ممتدة من وازن إلى جويبيا وبلدة الكويت. درنا تحليل كيميائي وتحليل جرثومي، وأيضا اخترنا بعض العينات للتحليل العناصر الثقيلة. واليوم الخبير اللي معانا الأستاذ سليمان الباروني، خبير مياه، هو اللي يقوم بعرض هذه النتائج ومناقشتها مع الحضور الكريم.